السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض قريوش الضفيرة أو قريوش السنبلة. فيما يخص هذا القريوش كلكم تعرفوا الطريقة التقليدية لتشكيل هذا النوع اللي تعتمد على الجرورة بها نقطعوا العجين وأيضا المستطيل بها نفصلوا عليه العجين. اليوم إن شاء الله راح نوريكم طريقة جديدة وطريقة مبتكرة لتشكيل هذا النوع من الحلويات. الطريقة تاعها اليوم راح تخليكم تشكلوا أكثر من 8 قطع في وقت واحد، وهذا الشيء راح يسهل عليكم العمل بزاف، خاصة لأصحاب المشاريع اللي يخدموا كميات كبيرة من هذا النوع من الحلويات. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم، ونتمنى أيضا أنها تساعدكم. أما فيما يخص المشتركين اللي ما همش يوصلهم الإشعارات ولا ما همش يظهروا لهم كامل الفيديوهات التوعية، نطلب منكم فقط أنكم تلغوا الاشتراك في القناة وتعودوا تشتركوا من جديد. بهذه الطريقة إن شاء الله راح يوصلوا الفيديوهات ويوصلوا أيضا الإشعارات. أما فيما يخص مقادير وصفة اليوم، راح نحتاج 4 مقادير من الفارينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 500 غرام، راح نحتاج حوالي 70 أو 80 غرام من الحليب، عندنا حبة بيض، 5 غرامات من الخميرة الكيميائية و5 غرامات من خميرة الخبز، عندنا 130 غرام خليط سمن وزبدة فيه 50 غرام من الزبدة و80 غرام من السمن، عندنا أيضا رشة ملح والقليل من المزهر. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. اول خطوه حنقوم بها راح نحضر الخميره تاعنا، راح نديروا كميه خميره الخبز اللي هي حوالي تقريبا ملعقه قهوه، راح نحطوها مع الحليب. الحليب تاعنا لازم يكون دافي، نخلطهم مليح وراح نخلوهم جانبا يتفاعلوا. راح نبدا بسم الله في تحضير العجينه. راح ندير الكميه تاع الفرينه، راح نضيف عليهم رشه ملح ونضيف ايضا الخميره الكيميائيه ونغربل هذو النواشف مع بعض، نديروا حفرة في الوسط. راح نضيف الآن الكمية تاع السمن والزبدة. لاحظوا الكمية تاع السمن والزبدة شحال عندنا في الكوب، يعني يبقى حوالي الربع فقط اللي يكون فارغ. بالنسبة لخليط الزبدة والسمن تاعكم يكون بارد فقط، يعني ماشي لازم تخلوه حتى يجمد، يكون بارد أو يكون دافي. راح نضيف الآن مباشرة الحبة تاع البيض، وراح نضيف أيضا الخليط تاع الخميرة والحليب، ونضيف ايضا قطرات من المزهر. يعني كما راكم تلاحظوا عملنا كل المكونات في وقت واحد. نضربوا شويه البيض تاعنا هكذا، يعني باه نفتحوه مليح مع الخليط. بهذه الطريقه ما تخافوش السمن تاعكم يعني يعاود يبس لكم ولا يعمل لكم كوريات في العجين. وراح نبدا الان نطم في العجين تاعنا، واذا لقينا العجين تاعنا يعني مازال جاف نضيفوا له كميه من الماء. راح نضيف كمية من الماء اللي لازم يكون دافي، يعني ما تعجنوهاش بالماء بارد. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه. لاحظوا معنا العجين تاعنا ما لازمش يكون يابس، وايضا ما ديروهش طري بزاف، يعني العجين يكون متماسك. الان احنا عجنوا حوالي دقيقتين او ثلاثة فقط، يعني باه يتجانسوا المكونات اللي عندي. بعد ما نكملوا نعجنوا العجين تاعنا نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها جانبا ترتاح على الاقل ساعه، يعني تخلوها دائما بين ساعه وساعتين، لانه كل ما خليناها ارتاحت راح تعطينا نتيجه احسن وراح تساعدكم ايضا في العمل. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون، يعني تلقاوه خمر لكم شويه وهذا الامر عادي لانه فيه نسبه من الخميره، لكن لاحظوا الشكل تاعو ما يكونش متجانس. الان واش راح نعمل؟ راح نرش كميه من الفرينه في الاسفل، يعني نديروا كميه خفيفه فقط هكذا، يعني ما نكثروش الفارينة. من بعد راح نقسمه الى ثلاثة قطع. نعاود نحكم اول وحدة نطويها بهذا الشكل، نزيد الثانية ونزيد ايضا الثالثة. راح نعاود نفتحها الان هكذا، كي نفتحها نعاود نطويها ايضا بنفس الطريقه على ثلاثه. واذا لاحظتوا يعني مانيش نستعمل في الفرينه الداخل في العجين، الا اذا لقيتوا العجين تاعكم طري بزاف هذاك الوقت تقدروا تعاونوا في الوسط بشويه تاع فرينه، لكن انا العجين تاعي القوام تاعو راه مليح. راح نفتحه فقط بدون ما نستعمل الفرينه، نعاود نطويها على ثلاثه بهذا الشكل، نحطها جانبا ونغطيها، وزيد ايضا القطعه الثانيه بنفس الطريقه.
يعني هذه العملية نقوم بها 3 مرات أو 4 مرات على حسب ما يطلب لنا العجين. يعني العجين إذا كان تماسك ولا الشكل تاعو كامل من الجانس نتوقفه. إذا لقيناه مازال مثلا كما هكذا تلقاو كامل العجين تاعكم مازال مفتوح، لازم تعاودوا له العملية مرة ولا اثنين. هذه الآن خلوها جانبا ترتاح، وزيد أيضا القطعة الثالثة بنفس الطريقة. نعود نرجعوا لأول قطعة كنا شكلناها، راح نعاود نفتحها الآن يعني باه نجوزوها في آلة العجين، لكن حاولوا أنكم تفتحوها بالطول فقط، يعني ما ديروهاش عريضة بزاف. بعد ما نفتحوا العجين تاعنا كامل بهذا الشكل، راح نعمل له رشة خفيفة فقط من الفرينة، يعني ما نكثرلوش بزاف. وراح نجوزوا الآن في آلة العجين، نبدأ برقم واحد في الأول. بسم الله، راح نعاود نطويها على 2 ونعاود نفتحها. نعاود نجوز لها شوية بالحلال فقط هكذا، ونعاود نفتحها في نفس الرقم. نعاود نفتح الآن أول قطعة اللي كنا خدمناها في رقم 3، يعني فتحنا في رقم 1 ونزيد نفتح الآن في رقم 3. راح نعاود نفتح العجين تاعي في الرقم الأخير اللي راح نستعمله هو رقم 4، يعني تقدروا تستعملوا رقم 4 أو 5. هنا عندي آلة العجين رقم 7، لأنه 5 اللي عندي رقيق بزاف و4 يعني راه متوسط. أنتم إذا عندكم آلة العجين رقم 6 فتحوا في رقم 4، وإذا كانت عندكم آلة العجين رقم 9 تقدروا تفتحوا في رقم 6 أو رقم 7. لاحظوا معنا العجين تاعكم كيفاش لازم يكون، يعني ما يكونش رقيق بزاف وأيضا ما تخلوش خشين. بالنسبة للطريقة اللي حنا نقسموا بها العجين، حنا تعودنا دائما انه نستعملوا الجرورة باه نقسموا العجين. اليوم ان شاء الله نوريكم طريقة جديدة كامل اللي عندهم يعني آلة العجين هذه، كاين اكسسوار اللي يمشي معها اللي هو تاع يعني اللي نخدموا بها الرشتة ولا اللي نخدموا بها الباستا. يعني تاع الرشتة نستعملوه بزاف، لكن هذا اللي يخدموا به الباستا او العجائن ما نستعملوهش بزاف. اليوم ان شاء الله حنستعملوا هذا، وراح نشوفوا الطريقة اللي حيخرجنا بها القريوش. راح نركبوه الان مباشرة، وراح نحكم اول قطعه كنا خدمناها. دائما كي تخدموا العجين تاعكم خلوه يرتاح حوالي 3 أو 4 دقائق قبل ما تبداو يعني تشكلوا فيه. راح نبداو باول واحد. بسم الله، يعني كما راكم تلاحظوا العجين تاعنا راه عريض يعني على حساب الماشينه. كي يبقى لكم قطعه من العجين ديروا يدكم في الاسفل هكذا، ونجبد غير بشويه العجين تاعنا هكذا. راح نرفعه مباشرة ونحطه على طاولة العمل. نزيد القطعة الثانية أيضا، ودائما في الأخير نديروا اليد نتاعنا في الأسفل، نجبدوا كامل العجين هكذا ونكملوا الكمية تاع العجينة اللي ما زالت هكذا. كل ما كانت العجينة تاعكم طويلة العدد الحبات تاع القريوش راح يكون عندكم بزاف. الان انا كمان حضرنا العجين تاعنا كامل بهذه الطريقه، وكما لاحظتوا يعني المراحل السابقه كانت كامل سهله، والطريقه تاع التشكيل ان شاء الله راح تكون سهله اكثر. بالنسبه للطريقه تاع التشكيل يعني باه تتحصلوا على الحب يكون كامل كيف كيف. اذا راكم تلاحظوا يعني ماناش عارفين الكميه تاع العجين في القطعه الواحده شحال فيها، لكن في الاساس رانا عارفين، لانه الماشينه تاع الرشتة تاعنا او اله العجين العرض تاعها 12 سنتيمتر، وحنا العجين اللي خدمنا به كان 12 سنتيمتر، وحنا نحتاجو دائما بين 15 سنتيمتر و 20 سنتيمتر في القريوش، يعني عدد اللفات تاع العجين والطول تاعو يعني الطول باين هو 10 او 12 سنتيمتر. واش راح نعمل؟ هنا عندي 12 سنتيمتر وهنا عندي 12 سنتيمتر، الكميه اللي في الوسط راهي فيها 12 سنتيمتر راح نقسمها على 2. راح نقسم هذه الكميه على 2 يعني بشكل عشوائي فقط هكذا. نضيف الجزء لهذه القطعة ونضيف جزء لهذه القطعة هكذا. الآن بقات آخر مرحلة اللي هي أهم مرحلة، وهي طريقة التشكيل. لاحظوا معنا بسم الله، يعني صدقوني ما راحش تلقاو طريقة أسهل من هذه. هكذا نتأكد أنه الخطوط كاملة هي مع بعضها. الآن وصلنا لأهم مرحلة وهي طريقة التقطيع، يعني راح نستعمل فيهم حوالي 10 أو 11 سنتيمتر في الوحدة هكذا. يعني صدقوني كي تكونوا تخدموا فيه تخدموا فيه وانتم مستمتعين، لانه سهل بزاف الطريقه تاع التحضير هكذا. شحال عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني راهي طات لي 9 حبات في هذا الاول هكا. الان واش راح نعمل؟ راح نضغط هنا شويه فقط هكذا، يعني باه يتماسكوا هذو الاوراق مع بعضهم، يعني غير شويه برك ما تكثروش بزاف الضغط. نعاود نولي الاول وحده
ونضغط على كامل العجين هكذا. لاحظوا معنا، نحطها جانبا، نزيد القطعة الثانية، نطم كامل العجين ونضغط عليه هكذا. نضغط، نعاود نطم كامل العجين تاعي هكذا، لاحظوا، ونضغط عليه مليح. يعني صدقوني عملية جد سهلة هكذا، ونضغط. وراح تلقاو عدد الأوراق بزاف يعني في العجينة تحكم الداخل. اخر خطوه في طريقه تاع التشكيل، نحكم العجين تاعنا ودائما نتاكد انه راه مغلوق مليح بهذا الشكل هكذا. من بعد عشوائيا راح نحكم المنتصف تاع الحبه بهذه الطريقه. راح نحكم هذا الطرف، ندخله في الوسط ونخرج هكذا، ونعاود نزير فقط العجين تاعي وننزع شويه من الزوائد، يعني ما نحهمش بزاف باش نتاكدوا انه العجين تاعنا ما عاودناش قطعناه بالموس. لاحظوا الشكل تاعها كيفاه يكون. نزيد ايضا وحده ثانيه، هكذا يعني ننفضوها شويه فقط. دائما فقط تاكدوا انه هذو الاطراف حين يكونوا مغلوقين مليح. راح نكمل نحضر كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة إن شاء الله ونرجع لكم. كما راكم تلاحظوا راني ضفت كمية من السمن اللي هي 2 ملاعق أكل للزيت، لأنه هذه الزيت كي جيت نخدم بها لقيتها خفيفة بزاف، وإذا تخدموا بالزيت خفيف بزاف يعني اللون ما راحش يكون شباب تاع القريوشة تاعكم ولا أي حلوة تكونوا تقلوا فيها، لذلك دائما نضيفوا لها ملعقة أو 2 من السمن يعني باه يعطينا اللون. هنا الزيت تاعنا راه سخن وراح نبدأ نقلي. بسم الله. ندير حوالي 5 حبات في المقلة ما شاء الله، يعني شوفوا كيف يبدأ يطلع ويبدأ كامل يتورق. الآن نبدأ بسم الله نقلبوا فيه، يعني خلوا حتى يتماسك ويحكم اللون في الأسفل، من بعد نبدأ نقلب فيه ما شاء الله. هذا اللون اللي وصلنا ليه هكذا كافي، راح نبدا نصفي فيهم. بعد ما كملنا قلينا القريوش تاعنا جوزناه مباشرة في العسل وعملنا له القليل فقط من السمسم الابيض اللي هو الجنجلان يكون محمص من الفوق. شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تتحصلوا عليها. وكما راكم تلاحظوا يعني شوفوا القريوش تاعنا كيفاش يكون عالي. هذا الارتفاع هذا رجع لعدد الأشرطة اللي راهم الداخل، يعني استعملنا عدد كبير من الأشرطة عطالو هذا الفوليوم في الحبان تاعنا. وراكم تلاحظوا يعني العجينة تاعكم راح تكون كامل منبلة، مع أنه عملناها يعني رقيقة ما عملناهاش خشينة بزاف. شوفوا ما شاء الله، بقات آخر خطوة فقط، راح نقسمو وحدة ونشوفوها كيفاه جات لداخل. بسم الله. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاه يكون عن قرب. راح نبدا نقسمو فيها. بسم الله. لاحظوا معنا حين نقسموها. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الداخل كيفاش يكون فارغ، يعني لاحظوا كيفاش يكون كامل فارغ الداخل، يعني بلا ما نستعملوا فيه المايزينا يكون فارغ. هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.